نبدأ تجولنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الغد الأردنية التي نطالع منها ميزة هامة وجديدة من انستغرام. يختبر تطبيق انستغرام ميزة جديدة يمكنها أن تكون مفيدة للأشخاص الذين يرغبون في إخفاء صورهم على المتابعين دون الحاجة إلى حذفها بشكل نهائي. وأشارت تقارير عن تلك الميزة الجديدة إلى أن المستخدمين يمكنهم إلغاء الإخفاء في أي وقت وإرجاع الصور إلى ملفهم الشخصي. اخترنا لكم مشاهدين من صحيفة القدس علماء يبتكرون بدلة تمتص الحرارة وتخلصك من الرطوبة. صمم علماء بدلة جديدة مخصصة للرياضيين مدعومة بلوحات تهوية تفتح وتغلق وفقا لحرارة الجسم، كما أنها مزودة بخلايا ميكروبية حية آمنة لللمس والاستخدام تتقلص وتتوسع استجابة للتغيرات المختلفة في نسبة الرطوبة. إلى صحيفة اليوم السابعة المصرية مشاهدين التي عنونت بين صفحاتها تقنية جديدة تسمح باستخدام طريقة سيرك كباسورد لهاتفك. طور باحثون أستراليون تقنية جديدة تجعل من الممكن استخدام الطريقة التي يمشي بها الفرد كوسيلة لفتح الهاتف الذكي، وذلك لتحقيق هدفين في وقت واحد وهما تشغيل الأجهزة وشحنها بالطاقة الحركية والقدرة على التحقق من هوية الشخص باستخدام جهاز يمكن ارتداؤه من رصد طريقة مشيه وتحركاته. من صحيفة البيان الإماراتية مشاهدينا نقرأ هذا الخبر الصحي: عقار جديد للإنفلونزا. اكتشف باحثون في نيويورك عن طريق الصدفة عقارا جديدا لعلاج الإنفلونزا يعد بديلا عن الحقن المؤلمة ويسرع من شفاء المصابين بالمرض، كما أنه يمنع عودة المرض مجددا. وختام هذه الجولة الصحفية القصيرة مشاهدينا من صحيفة النهار اللبنانية: وأبل تفرض رسوما على خدمة أبل ميوزك. قررت شركة أبل فرض رسوم على استخدام خدمة أبل ميوزك في بعض البلدان مثل أستراليا وإسبانيا وسويسرا، وسيتوجب على المستخدمين دفع مبلغ 99 سنتا للحصول على 3 أشهر من الخدمة كفترة تجريبية.